واحد شهادة ضامنين تحت الجمعية، ولكن الفكرة ديال مجموعة ديال الشباب هما هادو عندهم واحد البرنامج سميتو علينا العمدة، راه كتعرفوا الكلمة علينا العمدة، كيخدموا واحد المجموعة ديال العمل التطوعي في العريش، كانوا كيخدموا مع المدارس، ولكن ملي جات الجائحة فكروا أنهم يعملوا واحد الحملة سموها شكرا لكم فخورين بكم، وخرجوا باش يفرقوا على الناس اللي في الواجهة ديال هاد أول وحدين بدينا بهم هذا النهار هما الإخوان ديال الوقاية المدنية، عملوا لكم هاد الشهادة ديال التقرير تحطوها في المكتب ديالكم ولا فيما بغيتوا، والله يحفظكم هادشي ما نقول لكم، فهمتي؟ الله يحفظكم، الله يحفظكم، هادشي ما نقول لكم، جزاكم الله بخير. وعملوا حتى الإخوان، ما عملناش العدد الكافي واقيلا، فهمتي؟ عملوا لكم واحد الكويسات في يوم الوقاية المدنية وشكرا لكم. لا المقابل اننا حنا نكونوا مرتاحين، كنقولوا لكم شكرا والله يوفقكم ولكم جزيل الشكر. شنو ما درنا ما نقدروش نعبروا على المجهودات اللي كديروا صراحه باش ان المدينه تكون في امان واستقرار، كنقولوا لكم شكرا جزيلا لكم. شكرا حنا غادي نقدموا واحد الماسك ديال بروتيكسيون سيفيل. شكرا. هاك هذا صدر الله. اي واحد حنا الوقايه المدنيه بلا مواطنين ما يمكنناش نخدموا، انتوما الاستمراريه ديالنا، وحنا كنحاولوا وهاد التكريم اولا الالتفاته اللي درتو لنا هنا في مدينه العرائش يعني هي تكليف اكثر ما هي تشريف، وكتزيد تعطينا واحد الانرجي واحد الطاقه باش نخدموا، ونتمنوا حنا الخدمه ديالنا دائما تكون في مستوى، وحنا دائما تحت شعار الله الوطن الملك حنا بلادنا، يعني كنحاولوا نديروا مجهودات كبيره وكبيره خصوصا في هذه الافه هذه اللي كنتمناو من الله يا ربي تفوتها علينا. الوقايه المدنيه في العرائش دائما الابواب ديالها مفتوحه لكم وجميع المواطنين، مرحبا بكم في اي وقت. جزاكم الله بخير، الله يعاونكم وشكرا لكم. احنا شكرا لكم. شكرا لكم هما هذوك قول الاخوه صحفيين. شكرا لكم، الله يجزيكم بخير. شكرا لكم بزاف، وكنتمنى لكم التوفيق. مرحبا بكم في اي وقت، وكنشكركم، وكيف ما قال لكم الله تجدوا هذا الشرف ديال الفخر ديالنا. مرحبا بكم.